السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم وآرائكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أو ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو حتى من خلال الرقم الخاص بالواتساب بالقناة وأيضا المعني بالبرنامج الذي يمكنكم من خلاله المشاركة عبر الرقم الذي سيظهر طبعا، وأيضا المشاركة بتعليقاتكم وأرائكم بخصوص موضوع الحلقة. الموضوع اليوم هو إلى جزئين طبعا مقسوم. الجزء الأول هو حضور حيدر العبادي إلى احتفالية أو مهرجان نصر العراق الحاسم الذي أطلق عليه هذا الاسم، والذي نظمته ميليشيا العباس. رئيس الوزراء ذهب إلى مهرجان تنظمه الميليشيا من أجل الحصول أو الحضور والاحتفال بما أطلقوا عليه بنصر العراق الحاسم، ولكن هو الذي نفس الشخص هو طبعا الذي دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتحدث عن وجود ميليشيات وعصابات مسلحة وغيرها من هذه الجماعات التي قامت بعمليات سرقة وقتل وجرائم ارتكبت بحق المدنيين، يذهب هو إليهم طبعا من أجل الاحتفال معهم. حتى نعرف فقط طبيعة العلاقة ما بين رئيس الوزراء وما بين الميليشيات. الموضوع الثاني مرتبط أيضا بالميليشيات، ألا وهي إيران. المظاهرات الآن في إيران، كيف تتابعها أنت كمواطن عراقي؟ هل تعتقد بأنه هكذا نوع من المظاهرات نظرا للسياسات الإيرانية الممارسة في العراق، أنه يمكن لأي مظاهرة سواء كانت في العراق أو في إيران يمكن لها أن تستمر، يمكن لها أن تنمو، أم أن السياسة القمعية التي وجدت في العراق أو التي طبقت في العراق هي تأتي من الأصل طبعا من المصدر ألا وهي إيران، وبالتالي لا مستقبل لأي مظاهرات في كلا البلدين؟ نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود مشاهدينا الكرام من أجل الحديث أكثر بهذه المواضيع. والله لا يستهدفون إصلاح هذه الثغرة أو هذا الرجل الفاسد هنا أو ذاك، إنما يستهدفون المشروع الإسلامي، إنما يستهدفون الإسلام، ويتحدثون أن هؤلاء الإسلاميين يجب أن يبتعدوا عن مواقع المسؤولية. يعني هسه السيد المالكي طلع لي قام يحشي لي التجربة الإسلامية ويردون نظر التجربة الإسلامية، هي وين التجربة الإسلامية حتى يريد العلمانيون أن يهدموها؟ التجربة الإسلامية بفقدان الموصل، التجربة الإسلامية بانفكاك الناس عن المساجد وانفصال الشباب عن الصلاة والهزل والسخرية بعلماء الدين، التجربة الإسلامية بهذا الكلام الهائل وبهذه الفضائح. هو يقول لأنه أكو إعلام هائل دي يشوخه، أنت أيضا عندك إعلام، ما شاء الله العراقية كانت ملكك، كم آفاق بعد إعلامكم، وينه إعلامكم الفاشل؟ دليل على أنكم فاشلون بالجواب، إعلامكم الفاشل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا تابعنا موضوع الحديث حيدر العبادي طبعا ما صرح به في المهرجان، والمهرجان كما ذكرنا نصر العراق الحاسم الذي أقامته ميليشيا العباس، قال في البداية بأنه السبب وراء دخول تنظيم الدولة إلى العراق هو من وصفهم بالفاسدين الذين استولوا على أموال العراق ودعا المواطنين إلى التصويت ضدهم في الانتخابات المقبلة. جزء من الدعاية الانتخابية هي ضرب الآخرين. ولكن حيدر العبادي منذ توليه السلطة وحتى هذه اللحظة لم يذكر اسما واحدا لفاسد يعني يدعو إلى عدم انتخابه. طيب أنت تدعو إلى عدم انتخاب الفاسدين، المجتمع، فنفترض أن المجتمع لا يعلم من هم الفاسدون، كيف له أن يعلم من سينتخب وأنت لا تجاهر باسم الفاسد ولا تظهر إلى العلن وتدعو فقط لعدم انتخابهم؟ طيب الإنسان البسيط اللي ضحك عليه طبعا كيف يمكن له أن يعلم من هو الفاسد في العراق؟ على سبيل المثال ده نفرض طبعا. أيضا قال العبادي في نفس المهرجان أن الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول داعش إلى العراق، وشدد بأنه لا يسمح للفاسدين مجددا بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات، لا يسمح لهم بسرقة الأموال. دعونا نستمع إلى ما تحدث به حيدر العبادي في هذا المؤتمر. الفاسدون
الذين استولوا على مال الدولة وهم سببوا هذه الكارثة بفسادهم. ما كان يمكن لدواعش شرذمة قليلة جاءوا من الآفاق منبوذين، ما كان كانوا ليتمكنوا من أن يدخلوا إلى محافظاتنا ويسقطوها واحدة تلو الأخرى إلا بسبب الفساد، إلا بسبب التجاوز الحرام على المال الحام، إلا بسبب أن هناك لم تكن هناك عدالة في توزيع هذه الثروة. طبعا أيضا في نفس المهرجان هذا أو في نفس الندوة هذه العبادي كانت هناك فئة طبعا من المطبلين كالعادة تهلل له، وإذا به يلتفت إليهم ويقول غير الاسم بدل العبادي يقول السستاني، على أساس أنه اللي حيهللون حيمدحون يهتفون للسستاني، فيكون العبادي هو الذي أوعز بذلك، ترتفع شوية شعبيته، يدعم بالانتخابات ومن هالأسطوانات الفارغة. 4 سنوات على حكم العراق لم يرى العراق من هذا الشخص أو من غيره أي شيء. ربما هناك فئة في العراق ترى بأنه هو الذي قام ب طبعا فئة محسوبة، يعني هو الذي قام بإعادة المدن التي أخذها تنظيم الدولة. للعلم طبعا هو الأساس هو نور المالكي بفقدان هذه المحافظات والدمر الذي حل بها طبعا، ولكن كما هو متعارف عليه التنظيم في بداياته استطاع يتقدم بشكل حتى وصل إلى حدود بغداد، وبعد ذلك تدخل الطيران الدولي فأنقذ الموقف وأنقذ العبادي ومن معه. إذن الموضوع هو ليس يعني بطولات يبيعها العبادي أو غيره، الموضوع معروف، من الذي قام بتصفية هذا الموضوع، من الذي قام بالتدمير، من الذي قام أو ساهم بمساعدة هؤلاء على الأرض، وكما هو متعارف عليه. حتى عرضنا في قناة الرافدين مقطع لأحد القادة في جيش العبادي قال في المقطع، وموجود مصور ولكن يعني خانني الاسم فقط في تذكرة، قيادة عسكرية انتقد عدم وجود دعم حكومي في بعض المناطق في العراق مما أدى إلى خسارتها، طبعا دعم الطيران الدولي أقصد. إذن الموضوع هو لولا هذا الطيران لما استطاع العبادي أو الحشد أو القوات الحكومية أن تتقدم خطوة واحدة، وهو متعارف عليه هذا الموضوع. إذن لا ينسب النصر إلى العبادي ولا ينسب النصر إلى هذه الميليشيات، يجب أن يشكروا الولايات المتحدة على إنقاذهم. طيب نستمع إلى رئيس سيد أبو حسن من بغداد. أبو حسن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هاي كل الافلام هاي كلها ضحوك على الشعب العراقي، هي مسرحيه. لولا تدخل الامريكان بضم يعني طرد داعش او ما يقولون بالاعلام، هذا كله سيناريو. سوي هيك يسوي هيك، هو العبادي هو اللص اصلا اللص بالاتصالات المرخمه بفلوس، فكله يعني مسلسل على تدمير العراق. نعم. هذا كله أبو حسن. كلهم يعني كلهم رئيس الوزراء، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، المسؤول عن الأمن في البلاد، المسؤول عن التشكيلات الحكومية العسكرية، يذهب إلى حفلة أو مهرجان منظمته ميليشيا فصيل مسلح يعمل خارج إطار الدولة، يحمل السلاح ولديه أفراد وارتكب من المجازر ما ارتكب، ومع هذا يذهب رئيس الوزراء إلى هذه الميليشيات من أجل حضور الاحتفال وتوزيع الجوائز وغيرها. ما الذي يمكن أن نفهمه من علاقات العبادي مع الميليشيات الآن، خاصة بعد ما شاهدنا؟ أخي بلولة كلهم يعني أدوار، كل واحد إلى دوره، فذلك يحكون على العراقيين. يعني هو يقول أني أحارب الجهات الخارجة عن القانون، هو أصلا هو خارج عن القانون، هو أصلا لا يعني هو أنا أقول لك يعني هو دراسة بالكبة غير شغلة، مين هي ميتهم هذا؟ فهذول هم الأمريكان هم جابوهم تدمير العراق. نعم. يعني كل الحكي هذا مالهم لا متصلة للواقع،
العراق هو منهجهم تدميره، يعني النازحين بجهة، ان الادوية ماكو، يعني ستلاحظ تروح للمستشفى تكتب لك الدواء تشتري من برا، فهذول جوي موطن العراقيين لا تأملون منهم خير هذول الزبالة. طيب هو شو يقول العبادي؟ يقول لك الفاسدين هم اللي دخلوا داعش للعراق، فلا تنتخبوهم بالانتخابات القادمة. طيب هو ما ذكر منهم الفاسدين، ليش ما يذكر؟ ليش هاي 4 سنين هو على رأس السلطة، رئيس السلطة التنفيذية، وعنده كل هذا الجيش وعنده كل هالقوات، وما زال يخاف أنه يعلن، أو مو يخاف، ربما هناك أسباب أخرى، ولكن يرفض أن يعلن من هم الفاسدون الموجودون في السلطة؟ لماذا؟ لأن هو منهم، هو شريك وياهم بالجريمة، ما يقدر يحكي، بس يحكي طمع على حقه، هو ما يقدر يحكي، يعني هو مشترك وياهم بالشغلات كلها، فما يقدر يحكي، يعني هو شريك قذر، تسوي له يعني، ما يقدر يحكي، بس يحكي طمع على حقه، فهو فاسد منهم. نعم. شكراً أبو حسن، شكراً جزيلاً للمشاركة. طبعاً موضوع العبادي بشكل عام وموضوع الانتصارات التي يتحدثون عنها الآن في العراق، الانتصارات التي جاءت على حساب أرواح المدنيين، على حساب مناطق معمرة دمرت، على حساب الأطفال الذين قتلوا أو النساء التي قتلنا أو الرجال الكبار بالسن الذين قتلوا أو الاعتداءات التي وقعت عليهم نفسيا وجسديا، إهمالهم وتركهم في العراء، هل هذه هي الانتصارات؟ هل هكذا تؤخذ الانتصارات؟ هل هكذا تجلب الانتصارات إلى البلد؟ تحتفل حضرتك في بغداد وتنسى الناس الموجودين بالمخيمات في العراق، أكثر من 4.5 مليون بحسب الأمم المتحدة موجودين في العراء الآن في المخيمات عراقيين. إذا كان النصر بهذا الشكل فطبعا لا، يعني لا عتب على امثالك، عليك وعلى امثالك طبعا من يجلبون الانتصارات بهذا الشكل بهذه الطريقه. النصر الحقيقي هو يوم ان يعاد هؤلاء المدنيون الى مناطقهم، ان تعمر من جديد، ان تعاد اليها الخدمات، ان ينعم المواطن العراقي بفرصه عمل، بحياه كريمه، بطرق معبده، بخدمات متوفره، بكهرباء متوفره، بماء صالح للشرب ومتوفر ايضا. هذا هو الانتصار الحقيقي، الانتصار عندما يفرج عن المعتقلين الأبرياء، الانتصار عندما يتخلص العراق من العصابات والميليشيات التي تسلطت على رقابه، الانتصار هو عندما يتخلص العراقيون من السياسيين الفاسدين الموجودين في السلطة، الانتصار هو أن ينعزل الدين عن السياسة في العراق، وأن لا يأتي أي أحد يلبس العمامة هالقدها ويدخل إلى العملية السياسية من أجل الإفتاء أو المشاركة بأمور سياسية لا يفهم بها وليست من اختصاصه وتؤثر سلبا على المجتمع وعلى الواقع العراقي بشكل عام. معنا السيد حسن من الموصل، تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكر قناة الرافدين والعاملين عليها والمشاهدين الكرام. حياك الله. الله يحييك يا أخي. هاي المسألة يعني طالب بالنسبة العبادي والانتصارات ويحضر هذا وبعدين يطلع فاسدين وما فاسدين، يعني هو يعرف الفاسدين إذا طلع ورقة ضد واحد عنده 100 ورقة ضد العبادي، فكلهم مشتركين. الله ينعم عليك، كلهم مشتركين وسايبين 5 مليون برا، لا أكل، مانعيهم من كل شيء، يستغلون هاي الوضع الحالي، يستغلوه بالانتخابات. راح يجون مجموعات فصيل فصيل على المخيمات، يحاصرون من كل جانب، بعدين يعني يقدمون فشي رمزي على مود الانتخابات. وهذول كلتهم عايفين العالم والهذي كلتهم جايين، يعني مثلا حتى لو حاصروهم اكثر من الموت والرعب اللي هم عايشين به هسه، ايش حيخافون من شنو بعد؟ صحيح كلامك، لكن هم عايشين يا معيشة تحت الأمطار والبرد، والحكومة ما سأل عليهم أبدا، ولا تقول هاي مخيمات، سجن ما تقدر تطلع خطبة واحدة،
والحكومه ملتهيه بالنصر بالنصر على اشلاء المواطنين، ويحتفلون بالنصر وجايين عذبوهم ويوميا. هاي طبعا ما راح تنتهي، هم جايين ان يخلصون عليهم خلاص، يعني هاي حقيقه، مش الاوامر تجيهم من ايران وهذا الحال، ويغيرون المناطق. هسه تروح على البصره، نعم. 2005 الايرانيين دخلوا وسووا احوال مدنيه وجوازات كلهم ايرانيين ماخذين الجنسيه والجواز عراقي، وطلعوا البيها اللي يطلع بالعين وغافي والما يطلع قتلوه واحتلوا. تجي على النجف كربلاء كلته ايرانيين، فراح يغيرون المنطقه كلها، ونحن نرجع ونعيد على المهجرين اللي ما لهم الا الله بس. الله وحده هو شاهد. وهاي الحكومه، هاي الحكومه الفاسده يا اخي، ما يفيد اي شيء اللي يطلعون من الشرفاء، من العراقيين الشرفاء. طيب. ويقاوموهم ويشيلوهم من الجذور حتى ينور العراق والشعب العراقي يرجع لوضعه، لان هذا وضع سيء جدا يا اخي. لا ادويه، ميتين من البرد، لا كهرباء، يعني يقولوا لهم موتوا، احنا جايين نقتلكم وانتهى. وبالنسبه لداعش يا اخويا، بالنسبه لداعش ترى لا داعش ولا اي شيء. يعني شنو لا داعش ولا اي شيء؟ ينقلوهم حسب ما يريدون، وامريكا تعلم. نعم. يعني يوم طلعوا من الموصل نقلتهم امريكا بالطيارات ودتهم هناك، والايرانيين موجودين. ليش؟ لان ابسط شغله التدمير اللي عشوفه، كل اسلحه ايرانيه فتاكه. نعم. وناس مخصصين لتفجير المنازل، وكل العوائل اللي حد الان يا اخويا تحت الانقاض. نعم. اي حكومه، اي دنيا، يعني بالتاريخ كل التواريخ والحروب ما كانت صارت ابدا، دمروا المدينه بالكامل كلها على مناطق السنة. يعني احنا ما السيد حسن من الموصل وضحت الفكره، شكرا جزيلا. كما ذكرنا مشاهدينا الكرام، ليس الانتصار ان تحتفل مع ميليشيات، وليس الانتصار ان تحتفل وبلدك مدمر اقتصاديا وعسكريا وامنيا، خدمات، بنى تحتيه، بلد مدمر، على شنو بدك تحتفل؟ يعني العبادي يحدد يوم الاحد عطله رسميه بمناسبه الانتصار او التخلص من تنظيم الدوله. طيب، هو شيء جميل انه العراق ينتهي من الارهاب والتطرف، ولكن العراق انتهى من جزء من الارهاب. هناك الجزء الآخر الذي جاء مع الاحتلال، الذي موجود في العراق منذ 2003، قبل ظهور القاعدة وقبل ظهور داعش وقبل ظهور كل هذه التنظيمات، ألا وهي الميليشيات، بدر وعصائب وغيرها، وجيش المهدي سابقا، والسرايا حاليا، والنجباء، وأبو الفضل العباس، وهي التشكيلات، وحزب الله العراق. يعني أعداد ضخمة جدا من الميليشيات الموجودة الآن في العراق، هاي موجودة قبل داعش. هاي الشخصيات وهذه هؤلاء الأفراد يحملون السلاح ويثيرون الذعر والرعب بين المواطنين قبل ظهور التنظيم. هم قالوها، قالوا بأنه نحن قاتلنا في سوريا قبل أن يظهر التنظيم داعش، كنا نقاتل مع سوريا، شكلنا المالكي وأرسلنا إلى هناك. نستمع لرأي السيد صالح من واسط. صالح تفضل. تحية لكم وقناتكم الكريمة الحرة قناة الرافدين العزيز. صباح الخير لك سيدي العزيز المحترم. حياك الله. حقيقة أنا قبل أن ناقشك في الموضوع لدي طلب من قناتكم، وحتى رئيس الوزراء يسمع هذا الطلب. نعم. أنا عقيد بدائرة ما أواصل يحسبون راتب 250، طيب هذا الراتب ال 250 هل يعيش 10 نفرات؟ يعني لا يوفي بالغرض اللي نريده احنا بالنسبه للمعيشه. يعني صار عقد 10 سنين يطوف 250 ما تكفي لك استاذنا العزيز. هذا السؤال الاول. اما السؤال الثاني، فاحنا مقطع شعري ينطبق على الحكومه يقول الى متى البعير على التلي، الى المسائي، من طوت بدايه ما طوت، احنا قاسين يدينا من الحكومه نهائيا، ما تصير حتى وان الحكومه تلتفت للشعب هذا الفقير، الشعب هذا اللي نحتاج. واشكرك جدا على الاحترام وعلى التقدير. شكرا جزيلا سيد صالح للمشاركه، وحياك الله باي وقت بالبرنامج. شكرا لاسلوبك الجميل طبعا بالكلام.
سيد ابو ناصر من تركيا تفضل حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد بس اطلب من عندك طلب اذا ممكن الله يخليك تعطيني بس مجال شويه لانه حيل حيل صدري ضاق. على راسي وان شاء الله تاخذ الوقت اللي تحبه. تفضل. الله يبارك فيك الله يسلمك. انا بس اسال الشعب العراقي اقول له شوف حضور العبادي لاحتفاليه ميليشيا العباس ما هو الا دليل على ان العبادي يدعم الميليشيات، ويعرف بان بدون الميليشيات حكومته منهاره ما بها اي مجال، وكل ما يدعي بحصر السلاح بيد الدوله هو كذب بكذب بكذب، حكومه طائفيه مجرمه وكل كلامه هو دعايه انتخابيه. طيب لما يقول بان الفاسدين هم اللي سببوا بدخول داعش ماشي نقول ما يخالف، طيب منو دخل الداعش وش قد كان عددهم؟ مو محافظ الانبار بوقتها خبر بانه الموجودين هم بحدود ال 35 شخص. طيب انا احب اتناقش وياك بهذا الموضوع سيد ابو ناصر، ولا هو حتى لا نبتعد بس عن القضيه، هو طبعا الاساس للقضيه مالتنا بشكل عام، بس احب اتناقش وياك. احنا بغض النظر كم عدد الافراد الذين دخلوا الى العراق، بغض النظر كم اصبحوا، بغض النظر كم سيطروا على العراق كم نسبه بالمئه، طبعا احنا عندنا الاساس انهم شلون دخلوا، وعندنا قضيه الانتصارات التي يعلنها العبادي نكايه في المالكي، نكايه بدوله القانون، ردا مثلا او محاوله كسب اصوات الجماهير بشكل اكبر. هذا اللي نريد نفهمه، انه الانتصارات اللي اعلنها العبادي والكارثه التي تسبب بها المالكي، طيب الكارثة التي تسبب بها المالكي لم يحاسب عليها حتى هذه اللحظة، وانتصارات العبادي اللي حدثت على جثث المدنيين والمجازر الجماعية التي ارتكبت بحق المدنيين في هذه المحافظات أيضا يجب أن يحاسب عليها أو يحاسب المسؤولون عليها، لماذا لا نرى محاسبات؟ أستاذ محمد ما يقدر يحاسب، لأنه مثل ما قال الأخ المتصل قبلي إذا يطلع ورقة واحدة يطلعوا 100 ورقة، يعني ما بيها مجال، يقضون عليه يقضون عليه، ما يقدمون المالكي للمحاسبة ويقدمون للقضاء اللي سواه بالعراق على هالملايين اللي تهجرت واللي انقتلت واللي اعتقلوهم الميليشيات، ليش ما يقدموه؟ بعدين لما هو ينادي باسم السيستاني ماشي نقول له ما يخالف، طيب هو منو اللي استلم 200 مليون دولار وأفتى بعدم مقاومة الاحتلال؟ لا خلينا ننتقل إلى قضية ثانية نهائيا من هذا الموضوع. ما الذي قدمه السيستاني للنازحين؟ هاي بس نريد نفهمها. إذا أكو دليل واحد أنه عربة نقل لمواد إغاثية نقلت من النجف أو كربلاء إلى أي محافظة أو إلى أي مخيم للنازحين، نسد هذا الموضوع بعد ما نحكي به. ما شو هو، احنا هم نسأل أستاذ محمد، احنا هم نقول 7 ملايين مهجر إيش قدم لهم السيستاني؟ شنطاهم السيستاني؟ شنو الفتوى اللي أفتى بيها بصالحهم؟ لو بس يعرفون ميليشيات تقتل وتنهب وتحرق وتبيع املاك المواطنين بغير محافظات. وعندي رساله اذا تسمح لي استاذ محمد فضل. اذا تسمح لي عندي رساله اريد اوجهها للحكومه واعضاء البرلمان، اقول يا حكومه يا سياسيين يا برلمانيين، يعني يا من سلطتوا على رقاب الشعب، يعني ما مر عليكم حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام من وصف السلطه بالاماره وقال انها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من جاء بحقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ أكيد سمعتوها وقريتوها، لكن الدولارات والله أمت عيونكم، دولارات قلت غشاوة على عيونكم، إيش راح تقولون رب العالمين من يسألكم إيش قدمتوا للشعب؟ أنتوا والمعممين وغيركم وبالأخص سياسي استنان أريد أحكي وياهم. كم يتيم وكم أرملة وكم ثكلة دعت رب العالمين عليكم، شلون راح تواجهون ربكم؟ ترى كل الأموال اللي نهبتوها والعقارات اللي اشتريتوها زائلة وما راح تفيدكم. اتقوا الله واتقوا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. نعم. رسالتي الثانيه اريد اوجهها للمعممين بالعمامات اللي ما اقدر، يعني اذا اقول عفنه هم يلوموني يقولون ليش تقول على للمعممين وللميليشيات القذره، اقول لهم ما سمعتوا قول الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الشريف اللي يقول لهدم الكعبه حجر حجر اهون عند الله من قطره دم مسلم، او كما قال عليه افضل الصلاه والسلام. كل يتيم وكل ارمله وكل سكله خصماءكم يوم القيامه امام الله. منو راح يدافع عنكم؟ مرجعكم اللي باع العراق، منو اللي راح يدافع وهو رجل باب قبره؟ نعم. لو مدحت المحمود، لو محمود الحسن سيء الصيت، والله ما يفيدكم لا دفاع ولا محامي، لان قتلتم عباد الله متعمدين، والله سبحانه وتعالى يقول بالقران الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ونعم بالله على حساب الآخرة سيد أبو ناصر، ولكن دعنا نتحدث عن حساب الدنيا، القوانين، المحاكمات، القبض على المجرمين. إلى متى ستستمر هذه السياسة مبتعدة عن العراق؟ أستاذ محمد، بيد الشعب، إذا ما يهب بالشعب هبة وحدة ويقضي على ذول الفاسدين اللي تسلطوا على رقابنا ما صير لهم أي شارة. يعني الحل بيد الشعب وانتهى الموضوع. الحل بيد الشعب، إذا مو الشعب يغيرهم ما بيها مجال. يعني هم دعمتهم إيران، وأقول لعنة الله وملائكته وكتبه ورسله عليهم وعلى إيران إلى يوم الدين. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو ناصر، كنت معي من تركيا. مشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 12380 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نقرأ بعض الرسائل طبعا التي وردتنا على الواتساب الخاص بالبرنامج. أحد المشاركين يقول أو تقول: نهنئكم بانتفاضة الشعب الإيراني، طبعا هي تقصد أو يقصد نهنئكم بانتفاضة الشعب الإيراني. طبعا الموضوع هي مظاهرات عارمة في بعض المحافظات الإيرانية تتوسع يوم بعد يوم، تكبر يوم بعد آخر، ضد الوضع الاقتصادي المنهار في إيران، ضد تسلط السلطة، ضد نظام الملالي في إيران. صوتكم نجاح العبيدي: لو كان صحيح الميليشيات تحت سلطة الحكومة كان أخذوهم لبناء منازل النازحين. النصر أن يصرح باسم الفاسدين المحيطين به لا يقول البعض. يرى سيد نجاح العبيدي بأنه الميليشيات لو كانت فعلا تحت إمرة حيدر العبادي لاستطاع يسخرهم لأداء وظائف معينة، منها خدمة المجتمع، عن طريق تسخيرهم لبناء أو إعادة إعمار المناطق. هم يد عاملة في الأخير، بإمكانهم أن يعمروا، ولكن الدليل أنهم ليسوا تحت إمرته ويؤتمرون بأوامر أخرى من قيادات أخرى من جهات مختلفة هو أكبر دليل على عدم اكتراثهم على تصريحات العبادي المعنية بحلهم وحصر السلاح بيد الدولة وأخذ السلاح منهم. بالعكس، ردوا عليه ردود قاسية، لا يوجد مقارنة ما بين المكانتين، ما بين مكانة زعيم ميليشيا أو زعيم عصابة وما بين منصب رئيس وزراء، ولكنهم استطاعوا في العراق أن يكسروا كل الحواجز وتتخاطب العصابات مع رئيس السلطة بكل يعني وقاحة، لأنه هو أيضا سمح لهم بالبقاء وبالتالي يتحمل. طيب، عندنا رسالة أخرى: أكو بلد محترم بالكون ما عنده جيش وعلم واحد يمثله مع باقي يعني باقي دول العالم يقصد، أي مهزلة وأي شعب لا يعرف مستقبله ويعاني المر من حاضرة وهو يركع لعمايم الذل ويعيش على فتاوى مراجع هي من اتهمت بالفساد من قبل المحتل ولم ترد حتى الآن على موضوع مبلغ 200 مليون دولار. من الذي يستحي، العملاء، المراجع التي باركت لهم، أم الشعب المتخلف؟ وليس الكل، يوجد شرفاء منهم ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا معاناة لما أقرأ رسائل الأخ هاي دائما، لأنه الصيغة تعبانة. رسالة أخرى يقول: صباح الورد أخوي محمد، تحية لك والجمهور الكريم، تحية لشعبنا العزيز والشهداء على رأسهم. عموما يقول: يا أخوي حاب أعلق على الحال اللي أصبح فيه العراق بلد العصابات والميليشيات الإسرائيلية والإيرانية، بعدما كان أحلى وأرقى بلد
لكن هذا القدر، هذا قدر الله في الأرض، والحمد لله على كل حال. المهم يا أخوي محمد، أنت لازم تحث وتدعو الشعب للانتفاضة بالسكين والحجر وبكل وسائل الجهاد والمقاومة. يعني احنا الفلسطينيين ان 135 سنة تحت الاحتلال، من هذا الرقم، لكن بنقاوم بأي شيء، بالحجر، بالطعن. انتوا عملوا هيك ضد هاي العصابات، الظاهر المشارك من فلسطين، كما هو الحال في غزة، الحصار المفروض على قطاع غزة والمحاولات الآن لتوسيع الاستراتيجية الاستيطانية في فلسطين بشكل عام عن طريق عزل القدس عن الضفة الغربية، هذه المحاولات أيضا يحدث في العراق. الحصار الذي يتعرض له قطاع غزة نفس الذي يتعرض له أو تتعرض له المقاومة العراقية بشكل عام، كل من لديه حس المقاومة، ليس شرطا أن يكون سابقا منضم للمقاومة العراقية أو الآن، كل من لديه حس المقاومة هو محاصر، ليس بنفس الطريقة التي يحاصر بها القطاع، يحاصر بها القطاع، ولكن بطرق مختلفة، حصار عن طريق ميليشيات، حصار بالأكل، حصار بالفلوس، بالرواتب، بالمساعدات، حصار بالحياة، بالخدمات، حصار بكل شيء يؤدي إلى إضعاف الإنسان أكثر وأكثر وأكثر. طيب نستمع إلى رأي سيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. قناه الرافدين، حياك الله. طبعا صار لي اربع دقائق دا انتظر لحد الان صراحه، فاذا تسمح لي مجال تنطيني. تفضل. استاذ محمد، بالنسبه للاحتلال اللي دخل، احنا شئنا ما بين احنا مجبرين به، يعني احتلال، هو احتلال، والمقاومه قامت بالواجب، المقاومه من اهل السنه والجماعه قاموا بالواجب اللي عليهم، ما قصروا، بارك الله بهم، اخرجوا الاحتلال. لكن اللي خلاه دخله من الشباك، المقاومه طلعتها من الباب زين، لكن اللي دخله من الشباك هذول الناس اللي لا عندهم دين ولا شرف استطاعوا ان يدخلون يتامرون على اهل البلد وعلى المقاومه، الابطال الاشاوس اللي ما قصروا، سطروا اروع الملاحم، لكن احنا مجبورين به، خلاص انجبرنا به، مثل سالفه بريطانيا من جدي دخلت 1917 من العراق، بسنة 1921 أسست حكومة، من 58 راحت، صارت ثورة عليها وراحت، انتهت بريطانيا، وبال 68 بال 73 بعد تأمين النفط انتهى دور بريطانيا وانتهى دور كل شيء مثل ما يقول بالعراق. لكن بالنسبة إلى مسألة يومية، حيدر العباد يطالع لي بمؤتمر صحفي يضحك على هذا وعلى ذاك، هو شنو سالفته؟ سالته مثل هذا المثل يقول حرب على الفساد، مثل المثل يقول حاجيك يا بنتي وسمعك يا شنتي، الجنة هي من هو؟ هو اللي كان مستلم الحكومة لمدة دورتين انتخابيتين، هو نوري المالكي، هو كانت مثل ما يقول حيدر العبادي، يعني هو بالأخير أنا متأكد حيدر راح يلزم نوري المالكي، مو من شعره، هو ما عنده شعر أقرع، لكن يلزم من ياخذ بأمر من أمريكا ويذبه برا ويذبه بالسجن ويطلع الفلوس اللي سرقت هو وأتباعه كلهم واحد واحد، خلي يكون بعلم الجميع. أما بالنسبة للتظاهرات في إيران يا أستاذ محمد، يشهد الله الآية قلبت على إيران، الآية هذا رب العالمين يقول ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. بعد لا يعني لا تتامل اكثر بالموضوع، لانه بعد الموضوع قيد البدايه، حتى لا تنصدم بعدين ابو عمر. لا ما انصدم ان شاء الله، انا مؤمن بالله واعلم انه يقين من الله سبحانه وتعالى، هذه المظاهرات راح تكون ايضا مظاهرات مسلحه، خاصه في منطقه بلوشستان ومنطقه كردستان ايران والاحواس. فانا اشجع اذا كل مواطن شيعي شريف غيور قبل السني أن يساعد إخوانا الأحوازيين، الشيعة الأحوازيين، التخلص من الظلم والاضطهاد اللي وقعوا فيه، أمتهم بكل أنواع الدعم، سواء عبر الإنترنت، سواء عبر الأسلحة، عبر المال، عبر كل شيء، إعلاميا دعموا إلى هذا النظام اللي إجا دمر الشيعة قبل السنة، خلى كل بيت فيه واحد واثنين من مقتولين بهذه التمثيلية اللي يسموها الانتصارات الوهمية، اللي يسموها تمثيلية تنظيم الدولة، أصلا طالعين الرايات البيض
يا ترى هل الرايات اللي هي داخل العراق لو هي مستعدة لأن تتحول إلى إيران؟ هذا ما متأكد لي حتى الآن من عنداني ما أعرف، لكن الأيام القليلة القادمة زيارة قاسم سليماني إلى كردستان برح ما كنت هذا، لكن زيارة اليوم أنا متأكد أنه التحالف الشيعي ذاكر سابقا على قناتكم أنه منقسم قسمين، قسم سياسيا وعقائديا تابع إلى إيران نوري وجماعة حزب الدعوة والقسم نعم نعم. أنا أشكرك أبو عمر، شكرا جزيلا للمشاركة، أعتذر منك، عندنا متصلين ينتظرون، نعتذر عن يعني انتظارك لمدة 4 دقائق بس افتهمت من الشباب اللي هم اللي مخابريك يعني. عموما نسمع رأي السيد أبو أيمن من عمان، تفضل. وأنا همين الشباب هم خابروني. حياك الله على رأسنا. إلي طلب شخصي أول شيء. تفضل. بدي أتقدم وأخطب بنتكم الدكتورة نجاح العبيدي لأنه صار لي أعرفها من 76 ويقال حسب رأي الحكومة العراقية إن بعدها بنية. تريد أقول لك التفاصيل شو هي؟ أبو أيمن إحنا دائما بصراحة بالمعاناة هاي ويا حضرتك تدخل بنقاش مختلف تماما عن الموضوع. ثاني هو من ضمن الموضوع راح تتجدد هويتها ماشي عطولها بنية وهي من زوجة صار لها من 79. نعم على كل نعم. شكرا لك، هذا طلب شخصي كان كنوع من المزحه. اما بالنسبه للحكي العام كلياته عيني قلنا وبنقول هسه جديد، الجمل لو شاف عوجة رقبته ما يحكي احد. ماكو واحد من هذول كلياتهم يشوف عوجة رقبته. اما اللي اجى واجتمع مع الميليشيات هو قاعد بدور له حاضنه تحضنه لانه سيده المباشر ماشي. أبو أيمن هل تعتقد أن المظاهرات في إيران، هل تعتقد أن المظاهرات الجارية حاليا في إيران ستؤثر على الوضع القائم في إيران، ستضعف الجبهات الخارجية لإيران 100%؟ يعني لأنه بالنتيجة النهائية هذا شعب كمان وعمرها ما كانت أي دولة بالعالم قادرة على سحق الشعب. الشعب دائما هو الأساس والدولة هي الزائلة. أعطيني أي دولة بالعالم استمرت من الأزل لغاية الآن، بينما الشعوب كلياتها من الأزل لغاية الآن هي مستمرة بالحياة. حتى الشعوب الهندية اللي تقريبا بأمريكا، عفوا الشعوب هنود أمريكا لا تزال موجودة وتمارس عاداتها الأصلية. ما أدري شو بدي أقول لك، بس هم عندي سؤال كمان. تفضل. الروهينجا أو المسلمين تبعين ميانمار، نعم، شو أخبارهم عيني؟ نفس المعاناة، ما الذي تغير؟ لا لم يتغير أي شيء حتى الآن. وين أمريكا اللي بتدافع حقوق الإنسان عنهم؟ ما بدي أقول العرب. يعني يمكن أن نفهم من هذا الكلام سيد أبو أيمن أنه لا يوجد أي تطور في أي قضية إذا لم يوجد دعم يوفر لها، يعني أنه الأمور في إيران يمكن أن تسير بشكل أفضل لو وجدت الدعم العربي أولا، الدول الحاقدة الآن على إيران، دول الخليج اللي الهتافات كلها هي ضد إيران، نتمنى أنه نلقى هذا الدعم، وأيضا الدعم الغربي إن كانت الولايات المتحدة صادقة بمحاربة إيران فسنجدها داعمة لما يحدث. يا عمو يا ابني يا حبيبي يا روحي، أنت بتتصور في فرق بين المجوس والصهيونية وخلينا نقول واياديهم امريكا؟ عيني ما في فرق، اللي صار كلياته بالمنطقه هذا كلياته اتفاق مجوسي. مجوسي، ما اقول لا فارسي ولا ايراني، اقول مجوسي صهيوني بايدي امريكيه، ويا الله اذا صار لي شيء. شكرا ابو ايمن، شكرا جزيلا للمشاركه. معنا السيد ابو يحيى من ديالى، تفضل. نص صوت التلفزيون أبو يحيى رجاء. السلام عليكم أخ عمر. محمد وياك، حياك الله وعليكم السلام. السلام، شلونك أخوي العزيز الغالي؟ الله يسلمك، حياك الله. بيك على قناة الرافدين البطلة الشجاعة، تقدم الحقائق الواقعة إن شاء الله. نعم بإذن الله. والله يا أخ عمر الأمور كلها بيد أمريكا وإيران، بس أنا قبل 4-5 أيام قلت لكم إن شاء الله إيران تسقط بحكومتها إن شاء الله،
بإذن الله قبل 4-5 أيام قلت لكم إن شاء الله راح تسقط إيران، تسقط إيران وينتهي كل شيء. هالعالم هالدول هاي كلها تصفى. إيران على الدول هاي تخرب داخل على الإرهاب، هي وأمريكا. أمريكا أمريكا إحنا ماكو عديدة عيب أمريكا اللي سقطت العراق، هي أمريكا هي دمرت العراق، هي القتلى كلها برقبة أمريكا وإيران، كلها برقبتهم. بس إن شاء الله الله على الظالم وعلى الباطل إن شاء الله. إيران مثل ما سوت بالعراق الصربية، وأنا قلت لكم إن شاء الله إيران راح تسقط، وإن شاء الله تسقط ما تطول فترة وجيزة بالشعب إيران إن شاء الله تسقط. شكرا أبو يحيى. معنا سيد أبو ياسين من بغداد، تفضل. حياتي إذا تقول قناة الرافدين. حياك الله. أخي كل واحد يتفكر في هذا المصر، هذا عميد وإطفال بيد أمريكا وإيران. أخي نعم الأبادي يتفكر بالنصر، نعم هذا صحيح نصر، نصر إيران على العراق ونصر أمريكا على العراق. وقت انتصار على العراق شكو عراقي وطني، وعلى الأطفال اللي شمروهم جوا الدبابات، وعلى النساء اللي نايمة بالشوارع حتى، وانتصار على البنية التحتية، وانتصار على المياه اللي كلها لوثوها، وعلى الصناعة والزراعة وغسل عقول العراقيين منهم ضعف. نعم نعم. طيب شكرا أبو ياسين. مشاهدينا الكرام، العراق دائما ما وقف حجر عثرة أمام أي قرار عربي، طبعا بعد الاحتلال نقصد، تجاه أي قرار عربي أو خطوة دولية تتخذ تجاه إيران، كان هو الطرف المعترض دائما. كما ذكر أمين العام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قال بأنه أي مشروع قرار يحاول أن يتخذه مجلس جامعة الدول العربية، نرى العراق ضد إيران. طبعا نرى العراق هو الطرف الوحيد من كل الموجودين اللي يعترض على هذا القرار. السبب طبعا يعني معروف واضح، ولكن الآن سنعرض لحضراتكم مقطع من مصور طبعا للنائب البحريني عادل عيسوي، وهو يرد على رئيس وفد حكومة العبادي النائب عباس البياتي خلال اجتماع البرلمان العربي. قال بأنه طبعا السيد عادل عيسوي النائب البحريني قال المحيط العربي لا يعتز بعلاقته مع إيران. لماذا قال هذه الجملة؟ لأنه عباس البياتي يقول بأنه بغداد تعتز بعلاقاتها الوطيدة مع طهران. فلنشاهد. الجمهورية الإسلامية الإيرانية مو بس أنا، دول الخليج أمينا عندكم نفس الشيء. شكرا أستاذ عباس. النائب عادل عسومي، أننا نعتز بعلاقاتنا مع إيران؟ أبدا لا نعتز بهذه العلاقة، هذه العلاقة وصمة عار على إيران. أنت تعتز وصمة عار، الطريقة التي استقتل بها واستمات بها عباس البياتي مدافعا عن إيران، نفهم مدى الولاء والانتماء الإيراني لدى السيد عباس البياتي. أنا شخصيا للأسف الشديد يعني عندي نقطة سوداء بحياتي مجال الإعلام، ألا وهي عمل لقاء مع عباس البياتي. موضوع إيران والاستماتة على إيران ومحاولة الدفاع عنها بشتى الطرق، هذه هي السياسة المتبعة الآن. الميليشيات تصرح والسياسيون يصرحون، لا اعتراض ولا غرابة عندما نتابع هكذا النماذج بهذه العصبية دفاعا عن إيران، وبنفس العصبية نتابع حنان الفتلاوي التي تدافع أيضا عن إيران، والتي عندما شاهدت مظاهرات لشيعة الجنوب قالت بأن هؤلاء الخلايا النائمة لداعش للإرهاب. شيعة الجنوب التي هي تتحدث عن تمثيلهم،
عندما رأت المظاهرات التي خرجت من أجل الإصلاح والقضاء على الفساد في المحافظات الوسطى والجنوبية، فقط لأن المتظاهرين قالوا إيران برا برا أثناء خطابهم وشعارهم، وصفتهم حنان الفتلاوي بأنهم الخلايا النائمة للإرهاب. يعني حتى شيعة العراق الموجودين في الجنوب لن يسلموا من الميليشيات ومن السياسيين ومن أي شخصية مرتبطة بإيران إذا حاولوا أن يتظاهروا ويعترضوا على الوجود الإيراني في العراق. أمر مسلم به ومنتهي تماما. السياسات التي تتبعها السلطة هي نفس السياسات التي تتبع في إيران، والدليل الآن نتابع المظاهرات في إيران، انهيار لواقع اقتصادي، تسلط الشرطة والقوات الأمنية على رقاب المواطنين، قمع للحريات موجود في إيران، والدليل أن هذه المظاهرات التي نتابع الآن. نقرأ سريعا لحضراتكم طبعا يعني الملخص لهذا الموضوع في المظاهرات في إيران. المالكي عندما توعد المحافظات الغربية، عندما تظاهرت وعندما قمع المظاهرات في ساحة التحرير 25 شباط، وقمعها في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالة، وقضى طبعا على مئات الآلاف من المدنيين، نرى في إيران يطبق نفس الموضوع. وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني يقول المشاركين في الاحتجاجات توعدهم بالتصدي لهم ومحاربتهم. وصف رحماني المتظاهرين بالخارجين عن القانون والعملاء الذين يريدون خلق الفوضى وتدمير الممتلكات العامة، خونة وعملاء وخارجين عن القانون. طبعا أفادت وسائل إعلام إيرانية أن اللجنة الأمنية الموجودة في طهران عقدت اجتماع لدراسة الوضع في العاصمة وكيفية السيطرة عليه. نقول بأن المتظاهرين الإيرانيين الآن ضد نظام الملالي وضد الانهيار الاقتصادي وضد الرئيس الإيراني حسن روحاني، حتى هذه اللحظة هم بتوسع مستمر سيطروا على قائم مقاميتين أو ثلاثة تحديدا في بعض المحافظات القريبة من طهران، سيطروا على بعض المراكز الحكومية. يعني نتمنى لهم الموفقية حقيقة، نتمنى الموفقية لكل من يريد أن ينتهي من طغيان أو من تجبر أو من دكتاتورية على رقبته بشكل سلمي، أيضا لكي يخلص العراقيين من نفس الوقت طبعا من الميليشيات. طبعا عندنا رسائل. أبو علي من بغداد يقول إذا يريد العبادي محاسبة الفاسدين عليه أن يبدأ بمحاسبة نفسه أولا. رسالة طويلة، نقرأ اللي بعدها. طيب يقول أيضا أحد المشاركين، أحييك وحيي قناة الحق، إدخال داعش للمدن العراقية بزمان رئيس الوزراء نور المالكي هو المسؤول، يجب على حيدر العبادي أن يحاكم المالكي، هو المجرم رقم واحد. شكرا. ويقول الشعب الإيراني انتفض وانتصر، وننتظر انتفاضة الشعب العراقي. عموما انتهى وقت البرنامج مشاهدينا الكرام، أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.